علاش؟ خاطر ينص هذه الاتفاقيه على الولوج الى مراكز التحويل، ونعرفوا لهنا لمراكز التحويل لا يدخل مراكز التحويل الا البلديات. صحيح. فما نقطه اخرى هي تمت اصدار حوالات تبعث لتونس، وفي بين الفضلات هذه تمت بشاحنات تابعه لاحدى البلديات. ما لم يجزم حاكم التحقيق هذا، وطلبنا احنا فتح تحقيق على الشاحنات بلديات ولايه سوسه باش نجموا نتبعوا نعرفوا فما تصريح في 126 طن اللي صرحت بهم الشركه الايطاليه، قالت انا صبت فلوس للشركه التونسيه على اساس لاني قامت بالتصرف في 126 طناطه وتم ردمها. كي جينا نشوفوا في البوردورو نتاع الدخول والولوج الشركات المصنع الى المصب المراقب بوادلايه في سوسه لم نجد اسم سوري بلاست بتاتا. لكن كي لهنا كي نتسائل كيفاش تمت هذه العمليه، نلقاها تمت عن طريق البلديات والا تمت عن طريق شركه اخرى. معناها باش ما نجمش، لكن للتثبت يلزمني اول انسان نثبت معاه هي البلديات، خاطر هنا موجود حي الزهور، حي الزهور فيه مركز تحويل، ومركز التحويل ما تدخله الا البلديه، ما تدخلوش الصناعيين بتاتا. هذه نقطه. ثاني حاجه اخرى معناها يلزمنا المواطن يلزم يفهمها ويلزم يعرفها. بالنسبه للعمليه هذه راهي القانون سعاد الراو يسمح لكل شركه سواء كانت مصدره كليا او غير مصدره بالولوج الى المصبات المراقبه، ما فماش من النفايات نتاعها، ما عادش اوروبا ما تقبلش نفايات، فين باش يهزها؟ باش يخليها في وسط المعمل نتاعو، ما تجيش. فما كل قانون يقول لك اي صناعي متحصل على كراسه الشروط نتاعو الاولى والثانيه والثالثه. شوف فيها كراسه الشروط، فيها كراسه الشروط، تقول لي انا صنعت كراسه الشروط، انا كنت في الوكاله حتى معمل ناخذ حتى معمل طماطم، مش سي بارابين باش ناخذ انا شركه مراسكله، كي ناخذ انا صناعي عنده رخص نتاعو ومنظم يعمل مطلب للوكاله الوطنيه لتصرف النفايات للولوج الى مصب المراقب لايداع النفايات نتاعو على حسب شروط معينه باش يتم اتلاف هذه النفايات، والا باش تقعد يعطيها للشركه المستغله للمصب وهي تقوم بالتصرف نتاعها حسب هذاك بين الوكاله الولوج بين الوكاله ولا الشركه او الوكاله والمستغل، لان كل مصب مراقب في روزنامه كامله نتاع في مستغل شركة كبرى استغلال عندها كل الصلاحيات حسب القانون التونسي اللي نتاع القانون 96 يلزم يطبق القانون هذا. اذا كان صاحب الشركة التي تقوم باستغلال المصب تقبل حاجات غير قانونية، المسؤولية ترجع ديما للوكالة الوطنية للتصرف اللي هي تشرف على ذاك المستغل، هي تشرف عليه، هي تعطي له، اذا تلقاه يلعب وقفوا وتعملوا خطية وطردوا، هكذا يقول القانون التونسي. لكن احنا ما نطبقوش هذا، ونقول وانا مسؤول في هذا.